محتوى فارغ، أشخاص سطحيون وآلاف الإعجابات والتعليقات التي تجعلهم يصدقون حقاً أنهم مشاهير. ففي كل يوم يخرج علينا من العدم نجم جديد ليبحث عن أفضل وسيلة لجذب التفاعل إلى صفحاته، وقد ينجح كثير منهم بذلك عن طريق مقاطع فيديو مثيرة للجدل. فالرغبة في تحقيق الذات والتقدير هي واحدة من الحاجات الإنسانية التي يمكن للشهرة بشكل أو بآخر أن تحققها، وبالتأكيد فإن عملية البحث عن الاهتمام بهذا الشكل يعد سلوكاً غير صحي، بل إنها قد تخفي إحباطاً أو اضطراباً نفسياً غير مشخص. وإلا فما الذي يدفع إنساناً عاقلاً إلى تصوير مقطع فيديو وهو يمزج الطعام بطريقة مستفزة، محطماً كل ما هو موجود أمامه، أو وضع مقالب مؤذية بين الأصدقاء والتي قد تؤدي إلى نفور الأشخاص المقربين له؟ وما الذي يمكن أن يدفع شخصاً لادعاء المرض أو الإعاقة؟ أليست هذه محاولات بائسة لطلب الاهتمام بأي شكل ممكن؟ المشكلة الحقيقية ليست بهم فقط، فنحن من نرفعهم ونحن من نستطيع أن نعيدهم إلى أرض الواقع، طالما أننا نستمر بمنح الشهرة لمن لا فائدة له ونتبادل مقاطعهم كنوع من المزاح حتى وإن كنا لا نتفق معهم، نحن بذلك ندعمهم وكأننا نطلب منهم أن يقدموا لنا المزيد والمزيد. هناك العديد من القنوات والصفحات المفيدة والممتعة التي يمكننا أن نستفيد فعلياً منها، فلما نستمر بتقديم الدعم لمن لا يملك محتوى من الأساس؟ لمن كان كل همه جمع المال والتقدير بأسخف الطرق الممكنة والتي يمكن لبعضها أن تثير الاشمئزاز. فكما قلنا، الرغبة بالتقدير هي حاجة موجودة داخل كل واحد منا، لكن نحن فقط من نستطيع أن نقرر كيف نحصل عليه دون الإساءة إلى أنفسنا أو لغيرنا.